السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فارس جيمز بليزم شايفين فيفا 20 كيف تجيب فهد المولد. فالآن نترككم مع الشرح بإذن الله يكون كويس. فأول شيء تروح تخصيص بعدين تشاه لاعب ذكر، نختار ذا، بعدين تكتب فهد. المشكلة هذه تخريب المرة والله، ما أدري كم يعني عدت التسجيل، ف كل شوي يصير لي خطأ، لكن إن شاء الله الحين بنضبط معاكم زي ما يقولون. ثالثة ثابتة، فتكتب كذا المولد، بعدين المولد، بس نبغى نختصر الوقت. فاسم التعليق هو تحت جدا، فتنزل تحت تنزل تحت تنزل تحت لين ما تلقى طيف وزي كذا، راح تطلع لك الحين زي ما شايفين. خلاص شوف الألقاب كلها، خلاص اختار المولد. طيب بعدين اسم الطقم المولد، أيضا رقم الطقم 8، الجنسية سعودي، الفريق الاتحاد، سنة الميلاد 1994، شهر سبتمبر، يوم 14. ما في أي معلومة هنا، خلاص صارت كويسة. بعدين 168 تقريبا، والوزن 61، بيئة اللعب وسط يمين، الخصائص عاد انت تحط الطاقات زي ما تبغى، فبترك لكم الطاقات انتم تسووها، مع ان انا راح يطلع عندي سيء بس ما عليكم، انتم اهم شيء اللي تسوون الطاقات. بعدين راح نختار ذا الوجه، كويس هنا، كويس كويس ايضا كويس، ما في شيء، عاد انتم بكيفكم هنا سووا الباقي. الشعر راح نختار، لا مو بفهد المولد، انا شفت شعر يا اخي واحد يشبه بالضبط تقريبا، لا مو بذا، تقريبا كذا تقريبا، يعني انا حاولت اسوي لكم اقرب شيء. بعدين تسوي كذا، انا بس بتاكد من وجه، المشكله اللي ما يمديك تسويه كامل حتى في اللعبه، اصلا وجه اللعيبه مو بضابطه. خلاص تقريبا هذا هو فهد المولد اللي قدرت اسوي لكم اياه، فخلاص كل شيء جاهز. الان نسوي تقدم، يعني تضغط على ستارت عشان نأكد لكم اللاعب موجود، تروح تشكيلات الفريق السعودية وتروح الاتحاد، زي ما انتم شايفين فهد المولد. فالطاقات انا حاط يعني من عندي، لكن انا بعدلها بعدين باذن الله، وراح اسوي معاكم نمط المهنة الاتحاد، فانت حط الطاقات اللي تبغاها. وانا سويت المقطع، اتمنى الجميع يشترك في القناة اللي يعني مو بمشترك، وكان معك فارس جيمز، نشوف مقطع ثاني باذن الله، مع السلامة.